توقعاتك ايه في مباراة الاهلي والزمالك يوم الجمعة القادم؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الاهلي هيكسب زي كل مرة، ان شاء الله هيفرحنا ويفرح جمهوره، واحنا طبعا كلنا وراك يا اهلي وبنشجعك يا اهلي وطول عمرنا هنبقى في ظهرك. ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-0 باذن الله. اتمنى ان تكون مباراه جميله تعجب جمهور الوطن العربي كله والعالم كله ان شاء الله، لان هو اقوى ديربي في الشرق الاوسط كله اهلي وزمالك. اتمنى المباراه تخرج بدون اي مشاكل اول حاجه، تاني حاجه اتمنى فوز الزمالك باذن الله ان شاء الله. والله ان شاء الله انا متوقع يعني ان الاهلي هيكسب ان شاء الله، وان شاء الله قفشه باذن الله الدقيقه 86 هيجيب القضيه ان شاء الله، وانا متوقع كمان ان شاء الله وسام هيرجع كمان جول تاني، ادي جولين ان شاء الله يبقى يخلص 2-1 على الاقل، وان شاء الله ناخد البطوله ومش هنفرح حد فينا طبعا، ده اكيد الاهلي ملك السوبر كالعاده. الاهلي طبعا اللي هيكسب، مش معروفه يعني. ان شاء الله الاهلي هيكسب، ده طبيعي بتاعنا، وبرده كل فرقه عايزه تعمل اللي عليها وعايزه تاخد البطوله. الزمالك بقى له فتره بعيد، واحنا برده بالنسبه للنادي الاهلي اخر سوبر افريقي خسرناه، وده استحاله التفريط فيه. توقعاتك ايه للتشكيل؟ هو التشكيل بالنسبه لي انا حلو، ويعني ما فيش اي حاجه غلط في التشكيل، وشايف ان مارسيل كولر زي الفل في التشكيل وماشي حلو ودنيته تمام. تشكيل الاهلي معروف، وتشكيل الزمالك هو اللي يبقى فيه اكيد مفاجآت يعني. مش هيخرج عن التشكيلات الاساسيه اللي كان بيلعب بها الاهلي او الزمالك في اخر مباريات في افريقيا، لكن هيكون في اضافه طبعا في مباراه السوبر، لان عبد الله السعيد هيكون موجود وناصر ماهر، وفي يعني عناصر جديده، وفي الاهلي كمان في عناصر جديده. اتمنى المباراه تخرج بدون اي مشاكل وجمهورين يطلعوا احباب، واتمنى فوز الزمالك ان شاء الله يا رب باذن الله. والله بالنسبه للاهلي مش هيتغير طبعا، الشناوي عطيه السليه طبعا، خط النص طبعا امام عاشور طبعا كالعاده طبعا مش هننساه طبعا، في خط الهجوم وهجوم مستوى عالي وحسين الشحات وبيت الفرقه كلها، انما الفريق الزمالك طبعا كالعاده طبعا صبحي والناحيه الثانيه طبعا ما هينزلوش شيكابالا لما يكون في عمليه تأزمه شويه، وطبعا شيكابالا وصحه حلوه على الاهلي ان شاء الله، يعني هيغلب طبعا ان شاء الله الاهلي باذن الله. على ما اعتقد اللي هو هيبدا وسام ابو علي ده مهاجم، كهربا ممكن ينزله مثلا في الدقيقه 80 عشان يعمل مثلا لقطه، وحسين الشحات برضه هينزل، ده بالنسبه لخط الهجوم. هو تشكيل الماتش اللي فات هو زي ما فيش حد هيتغير بالنسبه للاهلي، ممكن اشرف داري يدخل مكان ياسر او كده، بس لازم هو هيثبت التشكيل. بالنسبه لعمر الساعي تقريبا هو بره القايمه، ويوسف ايمن، فهو التشكيل بتاع ماتش جورمايا الاخير ده. طيب عايزين رساله كده منك حلوه للجماهير علشان نوقف التعصب بين جماهير الاهلي والزمالك. يعني احنا ممكن نقول لهم عادي يا جماعه، دي كوره يعني، مش حكايه يعني، وكده كده الكوره معروفه انها مكسب او خساره، اذا كانت علينا احنا كاهلاويه او اذا كانت على الزملكاويه اذا كانوا هم زملكاويه يعني. مش عاوزين تعصب ومش عاوزين شتائم بذيئه، وتشجع يبقى مثالي سواء في الاستاد او على المقاهي، وان شاء الله المباراه تعدي على خير. اولا دي كوره، بعد ال 90 دقيقه خلاص انتهى كل حاجه، بنرجع اصحاب وبنرجع حبايب تاني، وخلاص بقى اقول لهم ان احنا كلنا مصريين، واللي هيفوز برده هيكون مصري، فمش فارقه يعني ان شاء الله باذن الله. هو المفروض ما يحصلش اصلا تعصب، عشان الفكره كلها انت مش هتستفاد اي حاجه، يعني هي الفكره كلها اصلا اللي انت تتفرج فور فن، انت تستمتع بس باللي انت تتفرج بيه. بس بص، هو دلوقتي بالنسبه للتعصب هو المدرجات دلوقتي مش زي الاول. الاول كان الجروبات بتاع والروابط والكلام، دلوقتي ما فيش الكلام ده، فانا شايف الدنيا دلوقتي بقت اهدى. الاول كان في وجود الالتراس ما كانش الدنيا زي كده، لكن دلوقتي الموضوع بقى اهدى كتير. قول لي بقى ذكرى ليك في مباريات القمه. القضيه ممكن مجدي العفشه طبعا، مجدي العفشه على طول بينزل اخر 10 دقايق بيسجل هدف في اخر 10 دقايق، ده اكيد يعني. ان شاء الله برضه هينزل يوم الجمعه مارسيل كولر ينزله بس اخر 10 دقايق، وهو ان شاء الله هيسجل ان شاء الله. ده زمان قوي، ماتش سنه 95 لما ايمن عبد العزيز ضرب ابراهيم حسن واتطرد طبعا، اللي بتاعت السوبر اللي فات طبعا، طبعا المذيع اللي بيقول طبعا القضيه، ممكن القضيه 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 ان شاء الله، هي دي القضيه بتاعتنا ان شاء الله.
دقيقة 86 وقفشة يفرحنا بإذن الله. احنا شارين للطوارئ يعني، هي دي الطوارئ. هي دي الطوارئ. نهائي افريقيا لما خدنا كاس 2-1 جون قفشة 85، هو مفيش غيره جون قفشة القاضية، مفيش غيرها. اهم ماتش في اهم جون في تاريخ القمة. تفتكر ممكن يعملها والحظ يلاحقه يوم الجمعة اللي جاي وفعلا ممكن؟ طبعا ليه لا، زي وزي محمد شريف بيحب يهدف في الزمالك فده طبيعي.